زميلنا فاروق صلاح نتعرف منه على اخر الاجواء من ملعب المباراه. خلصت يا فاروق ولا ايه؟ مرحب بيك كابتننا الكبير الكابتن ايمن شوقي، ومرحب بنجوم مصر وكباتن النادي الاهلي كابتننا الكبير كابتن شريف عبد المنعم، كابتن اسامه عرابي، كابتن عادل عبد الرحمن، وكابتن احمد بلال. انا لسه ما اتكلمتش يا كابتن ايمن. اتكلم يا فاروق براحتك. حبيبي يا كابتن ايمن. طبعا يا كابتن ايمن، طبعا يا كابتن ايمن، طبعا تحيات طبعا لكابتننا الكابتن شريف. خلاص يعني دقايق بتفصلنا عن المباراه، من المباريات المهمه جدا هي مباراه الجوله الثالثه، مباراه الاهلي والاسماعيلي، مباراه صعبه جدا. خليني اكد لك على مستر كولر اللي في الوقت ده جماهير النادي الاهلي بتنادي على مستر كولر، هتاف جماهير النادي الاهلي اللي عامله ملحمه وحاله هنا في ملعب استاد الجيش ببرج العرب. طبعا مستر كولر في المحاضره الفنيه الاخيره قبل التوجه لملعب المباراه اكد على اللاعبين على ضروره يعني تحقيق الانتصار في هذه المباراه وختام هذه المرحله بالفوز على فريق الاسماعيلي طبعا قبل التوقف الدولي. وخليني اقول لك طبعا ان هو خلاص بعد المباراه الفريق هيحصل على راحه لمده 5 ايام. في خبر طبعا يا كابتن ايمن عايزين برضو من خلال حضرتك، النهارده بيغيب عن النادي الاهلي اللاعب كريم فؤاد طبعا واكرم توفيق وكريستو. خليني اقول لك يعني ان كريم فؤاد عنده شد في العضله الضمه، لذلك هو غايب النهارده عن هذه المباراه. لكن يعني تقدر يعني زي ما اطمننا من كل من الجهاز الطبي على كافه اللعيبه اللي هتكون موجوده معانا خلال الفتره القادمه. عايز اقول لك برضو على هذا السياق ان شاء الله بعد هذه المباراه هيكون هناك في تطعيمات لعيبه النادي الاهلي. طبعا انت عارف لظروف تواجد اللاعبين في فتره التوقف الدولي مع المنتخبات الوطنيه والمنتخب المصري، فبالتالي النادي الاهلي يعني يستغل الفرصه ان النهارده ان شاء الله يكون في تطعيمات. طبعا انت عارف عندنا معترك افريقي تنزانيا ثم جنوب افريقيا، ان شاء الله نكمل المشوار ثم نصل الى المباراه النهائيه. الاجواء الحماسيه اللي هنا في استاد الجيش ببرج العرب بترسم صوره وشكل دايما متعودين عليه من جمهور النادي الاهلي، اللي خليني برضو من خلالك يا كابتن ايمن اتوجه بالشكر لمجلس اداره النادي الاهلي اللي وفر يعني حافلات لجماهير النادي الاهلي، اللي قال يعني استقلت الجماهير النادي الاهلي الحافلات من فرع النادي الاهلي بالشيخ زايد في تمام الساعه 11 صباحا، ثم يعني التوجه الى مدينه الاسكندريه في يعني دور معتاد دايما متعودين عليه طبعا من كل مجلس اداره النادي الاهلي. الجمهور على الموعد ان شاء الله، لاعبي النادي الاهلي يكونوا على الموعد النهارده يحققوا الانتصار في هذه المباراه. وعايز اكد على نقطه مهمه يا كابتن ايمن، افترضنا مع حضرتك يعني خلال لقائنا الاول بتشكيل نادي الاسماعيلي في هذه المباراه نفس التشكيل اللي اعلن عنه نادي الاسماعيلي، هو التشكيل اللي احنا طبعا انفرضنا بيه من خلال حضرتك في بدايه البرنامج. طبعا كل التوفيق لفريق النادي الاهلي في هذه المباراه. انا موجود معاك يا كابتن ايمن لو في اي استفسار او اي تساؤل. الانفراد كان من خلال حضرتك يا فاروق، شكرا جزيلا يا فاروق، وان شاء الله نبارك لبعض بعد الماتش باذن الله.